جائحة كورونا، الفيروس الذي أدخل العالم في دائرة الاحتراز وأجبرت الحكومات على إرغام المواطنين إما بالقوة أو بنشر التوعية الصحية على عدم التنقل وإيقاف كافة النشاطات الحيوية في محاولة للحد من انتشاره. أما في العراق المتهالك اقتصاديا، فبعد قرار فرض حظر التجوال انزعج أغلب العراقيين بسبب صعوبات المعيشة بالبلاد. خلية الأزمة في بغداد رأت بأن تغير جزءا من قراراتها في إعادة الحياة التجارية لمساعدة الناس في تخطي المشاكل المادية، إلا أن هذا القرار سرعان ما أخذ ينحرف عن مساره المنشود. عدم الاكتراث واللامبالاة من قبل بعض البغداديين أجبر خلية الأزمة بأن تلوح بإعادة الحظر الشامل في العاصمة، خصوصا وأن أعداد المصابين بدأت بالارتفاع بعد تقليص ساعات الحظر. لو إن سكنة العاصمة التزموا بتوصية خلية الأزمة ونصائح وزارة الصحة العراقية لما لوحت خلية الأزمة بهذا الموضوع، فوباء كورونا لم ينتهي وخطره قائم حتى هذه اللحظة. نطلب من المواطنين أنه يلتزمون بالتوجيهات اللي تطلقها وزارة الصحة، يعني على ضد مرض كورونا، مثلا عدم التصافح، مثلا عدم لمس الأشياء والحفاظ على النظافة، لأن ممكن انه بالايام القادمه اذا ازدادت الاصابه يرجع الحظر مره ثانيه. فهو يعني شوف من مصلحتك انت، اذا تبقى مستمر بعملك تحافظ على نفسك. جميع قرارات وزاره الصحه وخليه الازمه ما هي الا للحفاظ على ارواح العراقيين وسلامتهم من الاصابه بوباء كورونا، الذي ان انتشر بشكل كبير فستكون عواقبه غير مرضيه لاحد. من بغداد، محمد فراس، قناه التغيير.